هل أول جور وإيزي سيتزوجان؟ إليكم ملخص من مسلسل السيد الخطأ. أهلا وسهلا بكم محبي مسلسل السيد الخطأ، اشترك معنا في القناة لكي يصلكم كل جديد. ما هي الصعوبة التي بانتظار أذكور وأوزجي؟ الأجب على هذه الأسئلة الآن في الحلقة القادمة. أذكور وأوزجي سيكونان عاشقان تماما. الآن لن يكون هناك عقبة أمام إيزجي لأنها تحل مشاكل الأسرة، لكن والدة أوزجور لن تقبل إيزجي لبعض الوقت. الآن في الحلقة الماضية السيدة إيفين قامت بالأسئلة إلى سيفيم هانوم. صرحت سيفيم هانوم أنها ستمنع هذا الزواج بسبب عدم قدرتها على التعامل مع هذا الأمر. إيزجور ضحى بحريته من أجل إيزجي. إيزجور مثلما أثبت نفسه لإيزجي سيثبت نفسه للجميع. الآن الجميع يعرفون بأن الرجل الخطأ، والجميع سيتحدث بشكل يضر حياة المهنية وسيقوم بحل تلك المشاكل من أجل أن لا يخسر بحياته التجارية. على الأرجح في الحلقة القادمة أوزجور سيخبر الجميع بأنه سيتزوج من إيزجي. نتيجة لذلك سيتم حظر كل الأكاذيب حول أوزجور، وبالتالي سيعلم الجميع أنه ليس الرجل الخطأ. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، انتظرونا في فيديوهات جديدة وقادمة، ولن ندعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.